كابتن اسامه ادي لك بقى فرصتك النهارده. ليش بقى؟ شفت ماتش غينيا بيساوي ازاي؟ البدايه كانت معقوله لكن مجمل الماتش مش مفروض مستوى المنتخب المصري يبقى كده، بس يمكن الضغط اللي حصل على اللعيبه والجهاز الفني كان مخلي فيه توتر شويه زياده، والجون تاخيره برضو جات لنا فرصتين ثلاثه ضربوا في القائم، واحده لصلاح واحده لمصطفى محمد، ممكن لو جون بدري كان ادى يعني راحه للعيبه اكتر من كده. لكن مجمل الماتش وبالذات الشوط الثاني ادائك قل كتير جدا، يمكن الشوط الاولاني نسبيا، ولكن نفس المشاكل اللي حاصله. طبعا من الاجابات اللي حصلت النتيجه ان انت خدت الثلاث نقط، ودي كانت مهمه جدا الى حد ما، رجع الناس في اماكنها باستثناء هي الجزئيه بتاعت عبد الله اللي علاء اتكلم فيها. عبد الله بيلعب تحت راس الحرب افضل، هو بيحب يلعب 4-3-3، فحط عمرو السوليه قدام المدافعين وعبد الله شمال والنني يمين. للاسف الحته بتاعت منطقه نص وسط الملعب ما فيهاش استحواذ كويس ولا استخلاص للكره كويس، رغم ان احنا بنلعب مع غينيا بيساو، مع احترامي الكامل ليهم، هم والسودان من اقل الفرق في المجموعات كلها، يعني من لو حسبت 3-4 فرق فهم الفرقتين دول منهم يعني. فالاستحواذ عندك ضعيف، الضغط عشان استخلاص الكره ضعيف. طبعا كانت واضحه جدا في ماتش نيجيريا، وواضحه جدا الشوط الثاني في مباراه غينيا. ورغم ان انت جبت جون متاخر في الدقيقه 69، صحيح انت كنت عايز تحافظ على الهدف، سواء انك تجيب هدف تاني وتخلص الماتش او ما يجيش فيك حاجه، ومع ذلك غينيا في اخر 10 دقايق هددتك، وفي كوره اللي هي اتحسب طبعا هي فاول مع الاشتراك المهاجم كمال. مع عمر كمال هي فاول فعلا، بس كان ممكن جدا الحكم والفار يضغطوا عنها وتمشي، والدقيقه كانت 89. هو الفار اللي حكمها يا اسامه، الفار اللي حكمها. وعلى فكره بعض الدوريات وكده الحاجات دي يعني ممكن تمشي، يعني دوري انجليزي ولا يسال فيك يعني. هو الحمد لله الناس اللي قاعده في الفار برضو واضح مش مطابقين الكره العالميه، الحمد لله. بس هو هي فاول الحمد لله. ما انا بقول لك يعني تخيل حاجه زي كده كانت يعني صحيح. فبرضه دي وبعديها برضه في تهديد في الدقيقه في الثانيه الاخيره، برضه تسديده قويه جدا كانت ممكن تيجي هدف، بس الشناوي اتعامل معاها كويس. فاللي انا اقصده انك انت لسه ما وصلتش للتوليفه اللي تديك احسن اداء واحسن نتيجه، يعني انت طبعا تتمنى نتيجه مع اداء. هو الاداء لغايه دلوقتي مقلق، وزي ما علاء قال انا متفق معاه تماما، برضه مع احترامنا للمنتخب السوداني وما يعاني منه في ظروف البلد بتمر بيها، وشفناه في البطوله العربيه. يعني ان شاء الله مصر تكسب، مش عايز اقول بسهوله، ولكن فرصتك يعني تعدي ال 95%. خبراتك اكبر، هم عندهم غلطات كتيره في الخط الخلفي، لعيبه كتير صغيره حتى مختلفه عن نصهم، مختلف عن اللي كانوا بيلعبوا في البطوله العربيه، خد لعيبه شباب كتير. فهو واضح انه عايز يشارك بشكل حلو، بس يعني في ماتش نيجيريا الى حد ما ادوا، لكن نيجيريا كسبت بكل سهوله 3 وكانت ممكن تكسب اكتر. فمصر مش هتبقى عندها معاناه في الموضوع ده، هي المشكله هتعاني منها بعد كده. صح، هي دي المشكله، لان خاصه ان خط الظهر بتاعك 3 من المميزين جدا فيه وقعوا في اول ماتش او ماتشين، اكرم توفيق، الونش، ابو الفتوح. يعني اتمنى طبعا اكرم توفيق ربنا يشفيه، يعني طبعا خلاص بره خالص، لكن الونش وابو الفتوح نتمنى ان بعد ماتش السودان يلحقوا، لانك هتبقى العمليه صعبه جدا. فالمباراه وسط الملعب النني وعبد الله سعيد لازم جهدهم وحركتهم والمشاركه في الهجوم والمشاركة في الدفاع تبقى أكتر من كده، لأنك هتلاقي مستويات أعلى، فدي مش واضحة. حاجة كويسة إن عمرو السولية، يعني أنا كنت متخوف إنه ما يرجعش فات شهر وشوية، كان ممكن الإصابة تطول عن كده، واضح إن وجوده مهم، وحتى الجون اللي عمله صلاح، لكن برضه لسه عشان أول ماتش ليه ما كانش فت للدرجة الكبيرة، لكن فرق شوية في نص الملعب. مظبوط. الخط الأمامي زي ما علاء قال، مرموش إنتاجه في الماتشين قليل جدا، يعني تحس ان خبرته الدوليه، يعني احنا في ماتش ليبيا او ماتشين ليبيا كان بدايه بالنسبه له كويسه، تعرف للجمهور المصري وجاب جون وشكله حلو، بس الماتشين دولت بعيد لسه تماما
عن الحالة الطبيعية اللي يكون فيها. بيغلب على لعبه الطبع الفردي شوية. فردي وكمان حتى الجهد تحس إن نفسه مش قادر يجيبه. هل بقى عشان متعود في الدوريات الأوروبية درجة الحرارة الملاعب ممكن تكون مختلفة، لكن تحس إنه مش قادر يعني قوته حتى مش قادر مش قادر يطلع كل اللي عنده. حتى أنا بستغرب إنه تملي مأخره قوي في التغيير، يعني الماتش الاولاني في الدقيقه 89 نزل شريف. لا يا ميزه كيرش واسامه تغيير متاخر، يعني عنده ميزه ما شاء الله، حتى زي تغيير محمد شريف. محمد شريف برضه، محمد شريف برضه يعني هو اداله 10 دقائق. هو دخل لما نزل تريزيجيه ناحيه الشمال وزيزو ناحيه اليمين، دخل مرموش جوه مع صلاح، يعني هو يبقى ثالث ويكمل تحت صلاح برضه مش ما قدرش مش لا ما لا مش هو لعيب كويس بس هو ما قدرش برضه. لا المكان انا بتكلم مش فطبيعي انت بنزل شريف طالما طلعت مصطفى محمد، خاصه انت بتنزل زيزو وبتنزل تريزيجيه على الاطراف في الماتش اللي فات ده عشان العرضيات، فاستبعدت مصطفى نفس اللي حصل في ماتش نيجيريا، وتاخرت في تغيير شريف مكان مرموش، خاصه ان مرموش ما اداش اللي عليه. عارف انت لو بيقدل يعني واضح ومهدد المرمى وعامل شغل في ال18 مع صلاح اقول لك لكن برده متاخر عليه، فلسه في حاجات مش لامسين فيها. بس برده احب اشيد في الماتش ده تحديدا، يعني اتمنى يمشي عمر كمال، يعتبر ادى شكل كويس، ما كانش عليه ضغط كبير في النواحي الهجوميه، لكن هو ادى في الناحيه الهجوميه كان بيزود الناحيه الهجوميه بشكل كويس، وعمل اكتر من عرضيه. صحيح. ويعتبر من الناس اللي كانت كويسه في اللقاء. صحيح. يعني صحيح.